جزائر، جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات. أما الجزائر 8 ماي ارتكبها استعمار فرنسي غاشم في حق جزائريين عزل. تاريخيا 8 ماي 1945 كان يوم ثلاثاء، وهو يوم سوق أسبوعي بمدينة سطيف. ما يعرف أنه هذا التاريخ بالضبط كان في انتصار فرنسا على ألمانيا النازية، وهو نهاية الحرب العالمية الثانية. فرنسا استعملت الجزائريين كدروع بشرية في خوضها لهذه الحرب ضد النازية، ووعدتهم بالاستقلال، إلا أنها لم توفي بالعهد، حيث أن الجزائريون خرجوا على غرار باقي شعوب العالم احتفالا بالاستقلال المزعوم الذي وعدتهم به فرنسا، غير أنها أخلفت الوعد، فخرج الجزائريون في مظاهرات سلمية في الشارع الرئيسي المسمى حاليا شارع قسنطينة، وكانت المظاهرات يقودها شاب جزائري مسمى ببوزيد سعاد، كان يحمل العلم الجزائري. بداية كانت هادئة جدا، إلا أن رأي السلطات الاستعمارية كان عكس ذلك، وتدخلت بعنف كعادتها من أجل قمع هذه المظاهرات وإجهاضها، وكانت من مخرجتها أنها كانت بشعة لغاية كبيرة، كيف لا، وهي التي أسقطت فيها ما قربت 45 ألف شهيد جزائري. وامتدت هذه الأحداث 3 أيام متوالية، أين استعملت واستعرضت فرنسا جميع عضلاتها على شعب أعزل، حيث دمرت القرى والمشاتي، يتمت، ترملت، هدمت البنى التحتية حتى وإن كانت بسيطة جدا. أقل ما يقال عنه أنها كانت عمليات إرهابية ممنهجة بامتياز، تقودها قوة عسكرية. والمعلوم بيننا أستاذي الكريم أن الاستعمار الفرنسي من أبشع الاستعمارات في العالم، من أبشع الاستعمارات في العالم، كيف لا، وهو الذي يستنزف الثروات، ناهيك عن القتل والتدمير وممارسة السياسات المختلفة ضد الشعوب المستضعفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، قبل كل شيء، أحداث 8 ماي أو ما نسميها بمجازر 8 ماي أو ما نسميها مذبحة 8 ماي، كانت بين 3 مدن، خراطة وقالمة وسطيف. في الحقيقة هذه المجازر هذه حركت مشاعر السياسيين على مستوى العالم، لأن هذه المجزرة هذه أدت بالكثير بالآلاف من المواطنين الجزائريين. ونحن نعرف هي في الحقيقة مجزرة 1945، هي بعدها ب9 سنوات جاء الثورة الجزائرية. قبلها كانت جمعية علماء المسلمين، جمعية المسلمين مهدت للأمور هذه للثورة، ولذلك حتى العالم هناك عملية دغدغة للعالم في 8 ماي المجازر هذه التي استنكرها العالم. وحتى الآن، ما زال التاريخ يذكرها، يذكر فرنسا بسوء، يذكر فرنسا يعني كأن فرنسا لم تحترف بجرائمها، ولكن التاريخ لم ينساها، و الجزائريون لن ينسوا هذه المجزرة. لماذا؟ لأنها عندما نشاهد احنا بعض المشاهد وبعض اللقطات في التلفزيون، كيف مات الجزائريون ببرودة، وكيف ماتوا بآلاف مؤلفة، ولذلك تبقى وصمة عار في جبين فرنسا وفي جبين العالم ككل. الآن، حتى الآن، فرنسا لم تحترف بهذه الجرائم، ولكن أبناء الجزائر لم ينسوا لها هذه المجازر وهذه المذبحة وهذا الدم الذي سال في الجزائر، ولذلك بقات على مر التاريخ وصمة عار في جبين أوروبا ككل. مجازر 845 هي نستطيع أن نقول أنها مجازر ضد الإنسانية، وصمة عار ضد فرنسا الإمبريالية، فرنسا أو العالم الغربي اللي كان يتشدق بالديمقراطية، يتشدق بحقوق الإنسان، بالمساواة إلى غير ذلك. أبانت هذه المجازر عن حقيقة هذا المستعمر الغاشم. بعد ذلك نستطيع القول أو نستطيع أن نقول أن هذه المجازر كانت بداية نهاية هذا المستعمر الغاشم. هذه المجازر اللي يمكن اعتبارها أيضا أنها لم تأخذ حقها من البحث والدراسة، على الرغم من عديد الورشات، عديد الندوات، عديد المؤتمرات، إلا أنها بقت دائما
كيف نقول انها بقت دائما محصوره في جانب معين. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 مايو يمثل يوما بارزا في تاريخ الجزائر. ففي هذا اليوم خرج الشعب الجزائري في عدة مدن للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية كبقية الأمم. واستغل هذه الفرصة للمطالبة باسترجاع السيادة الوطنية وإطلاق سراح زعماء سياسيين المسجونين وتنفيذ المطالب التي جسدها في استعادة السيادة الوطنية. كذلك تذكير فرنسا بوعودها التي قطعتها أثناء ما يسمى بالميثاق، ميثاق الأطلسي، حيث وعد زعماء الدول الكبرى في أوروبيا والولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء فرصة للشعوب لتقرير مصيرها ومن بينها الجزائر. كذلك في هذا اليوم خرج الشعب الجزائري في مدن عديدة ومنها سطيف وقالمة وخراطة. وفي مدينة سطيف تم انطلاق المسيرة من مسجد المحطة لانجار كما يسمى، ما يسمى حاليا بمسجد أبي ذر الغفاري. وكان في البداية هذا العلم في يد شاب اسمه شراق عيسى، وعند تعثره أخذه منه الشاب سعال بوزيد، ثم جاء أحد الضباط الشرطة لنزعه منه فأبى وأرده قتيلا برصاصه. وكانت النتيجة النهائية في مدن الثلاثة خراطة وقالمة وسطيف 45,000 شهيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الأليم الموافق للذكرى لذكرى 8 ماي لمجازر 8 ماي لما ارتكبت من جرائم في حق الجزائريين من طرف الاستعمار الفرنسي التي راح ضحيتها قرابة 46,000 شهيد، والتي كانت في عدة مناطق ولايات منها قالمة وخراطة وسطيف. الحمد لله الآن نتمتع بالأمن والأمان في بلادنا الحبيبة. يعني هذه البلاد ضحوا جدودنا وأبائنا من أجلها، من أجل أن نعيش في هذا الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحداث 8 مايو هي مجازر وقعت في سطيف خراطة وقالمة، وهي انتفاضة شعب ضد المستعمر الغاشم. من هناك ثم انطلقت الثورة التحريرية، ثم هذه كانت حرارة انطلاق الثورة التحريرية. وأحداث 8 مايو مجازر 8 مايو سقطت فيها حوالي 45 أو 46 ألف شهيد، والحمد لله بفضل ربي سبحانه وتعالى وبفضل الرجال وبفضل المجاهدين قدنا خرجوا الاستعمار الفرنسي من كانت هذيك شرارة للثورة التحريرية 8 مايو. نصيحتي للشباب إن شاء الله يطلعوا على التاريخ تاعهم وما ينساوا، يسمى هذه لكتابة تاريخ جديد إن شاء الله، وما ينساوا واش دار فينا الاستعمار واش دار فينا، وما ينساوا تضحية المجاهدين، تضحية آبائهم أجدادهم. تاريخ 8 ماي يعتبر بمثابة نقطة تحول من الكفاح السلمي إلى الكفاح المسلح، بعدما كشف الاستعمار الفرنسي نوايا الخبيثة تجاه هذا الشعب الذي كان يظن أنه بعد الاستقلال فرنسا أنها ستعطي الاستقلال لهذا الشعب الأبي. وفي نفس الوقت كان قد عرف أنه لا يستطيع أن يحصل على استقلاله إلا بالكفاح المسلح.
الجزائر، جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات.